تعالوا بقى نتعرف على التحديات اللي بتواجه صادرات مصر من الموالح خلال لقائنا مع المهندس إبراهيم البنا رئيس شركة أجرين الزراعية. وبالمناسبة احنا من أكبر دول العالم اللي بتصدر الموالح، وفي العام 2022 صادراتنا بلغت 1,800,000 طن من الموالح. حضرتك النهاردة احنا صدرنا حوالي 6.5 مليون طن حاصلات زراعية، إجمالي القيمة حوالي 3,300,000,000 دولار. ده إنجاز كبير جدا، ولكن كنا ممكن نحقق أفضل من كده بكتير جدا. كيف نحافظ على صادراتنا وإزاي نزودها؟ عايزين الروشتة، حضرتك من أهم الناس اللي بتصدر من مصر حاصلات زراعية. عشان نزود الحاصلات الزراعية الصادرات بتاعتنا لازم الظروف نهيئها كويس. بمعنى إيه؟ أول حاجة الأرض تبقى سعرها مناسب للمنتج عشان يقدر يكلف، عشان يقدر ينتج. لازم يبقى تكلفة الاستثماره قروض البنوك للزراعة بالذات تبقى رخيصة، أقل من الريت العادي عشان يقدر يكلف، علشان يقدر ينتج ويصدر ويجيب دولار. النهاردة احنا عندنا مشكلة في الدواجن، مخدر حضرتك في مستلزمات الدواجن. الذرة النهاردة بكام؟ ومش موجود ذرة ومش موجود سمات عليها، فارتفع بشكل كبير جدا. وأجبرت المنتج أن يغلي المنتج في النهاية. الحل الوحيد أن أنا أساعد، أدي أراضي رخيصة عشان الناس تزرع ذرة وتزرع صويا وتوفر. نزلنا عشان تزرع خامات علاف، عشان ازرع ذره وصويا المستلزمات الاساسيه بتاعتنا. احنا مش لاقيين، وكلفه النهارده الذره ب 14,200، والبيض غلي وده غلي عشان الذره مش موجود، والمنتج خسران لانه الكلفه النهارده الذره اللي ب 4 و5 و6 و7 بقى ب 14، والصويا اللي كانت ب 7 و8 النهارده ب 29 والكلام من ده مش موجوده. حضرتك كنت وعدتنا في برنامج جدعان من حوالي 3 سنين، كان في نفس المكان معرض فروت لوجيستيكا، احنا هنتوسع في زراعات الموالح عشان نقدر ننافس تركيا بشكل كبير جدا. قلت انا هنتج ما يقرب من 400 ل 500 ألف طن، يعني هنتج حجم تركيا لوحدي. صح الكلام ده ولا لا؟ والخطه دي بتتنفذ ولا لا؟ والله ان شاء الله بتتنفذ، بس تعبنا جامد، يعني التكلفه عاليه، يعني اقساط الارض عمالين بنطلع في الروح عشان نسدد اقساط الارض بتاعتنا. التكلفه عاليه، تكلفه عاليه، عشان الحاجات دي نعمل الكلام ده ونصدر ونجيب دولار للبلد لازم التكلفه تقل علينا. المنافسه عامله ازاي في اسواق العالم في الموالح تحديدا؟ المنافسه قويه جدا، واحنا عندنا ميزه نسبيه في الموالح بس مش قادرين نستفيد بيها كويس. بمعنى ان دايما المصدرين المصريين بيضربوا في بعض ضرب جامد وبينزلوا السعر جامد، والمنافسه بيننا مش بيننا وبين اسبانيا، ده احنا بنصدر لاسبانيا. احنا عندنا مشكله في تقنين تصدير الموالح المصريه، ازاي تربطها بالدولار اللي يخش، وازاي تعمل مينيمم برايس، علشان المصدرين المصريين بيحرقوا بعضهم. وبعدين طلع مشكلة دلوقتي الشورتج اللي في الدولار اللي موجود، خلى ناس كتير ملهاش في البرتقان تيجي تشتري برتقان علشان تصدره، عشان تجيب عملة علشان يستورد الحاجة الأساسية بتاعته يشتغل بيها، هو مش مهم يكسب في البرتقان. فده بيضرنا جامد. طب النقطة دي حضرتك شايف حلها ايه؟ واحد عايز يصدر، طب هنعمل له ايه؟ هنواجهه ازاي؟ حلها انك تربط الكمية اللي بتطلع ديت بقيمة تخش، لان دي فلوس البلد. انت طلعت 1,000 طن، دخل بدلهم قد كده دولار البلد عن طريق البنك. طب اسالك سؤال بس، ده عايز قدرات عاليه جدا، معرفش هنعملها ازاي. هل احنا محتاجين نتجه الى مراكز العصير والمركزات، يعني مصانع ضخمه لعصير البرتقال والمركزات؟ ده لازم سونها الليتر، لازم يتعمل كده. واحنا يعني شغالين في كده، مش هنصدر. لا 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 لا، مش هنستغنى عن فريش، ومش هنستغنى عن الجوز، ومش هنستغنى عن الكونسنتريت. طب طن المركزات الموالح بكام السنه دي؟ 2,000 وشويه دولار. 2,000 دولار؟ طب ما هو ده قيمته اعلى. ايوه، ما هو بيطلع من قد ايه بقى؟ ايوه، الطن بيطلع من 11 طن ياه. الطن المركز بيطلع من 11 ونص طن، والعصير طن العصير من 50% 47%، يعني الطن العصير طلع 470 كيلو عصير.